حاسة الشم في الكلب أقوى بكتير من حاسة الشم عند الإنسان. فص الشم في مخ الكلب أكبر من فص الشم في مخ الإنسان. علاقة الأسرة في الكلاب علاقة شمية. الحب والجنس في الكلاب أيضا هو نوع من الشم والتشمم. الأنف في الكلب عضو مخابرات. الكلب يكاد يرى رائحة الإنسان كما نرى نحن ظلة، زي ما احنا بنشوف ظل البني آدم، هو إحساسه بالريحة كما لو كان رؤية جديدة بالنسبة للكلب. حاسة الشم في الإنسان أضعف، لكن مع ذلك الشم داخل في حياة الإنسان أكتر بكتير مما نتصور. الشم داخل في عاطفة الحب والنفور عند الإنسان، والشم داخل في حاسة التذوق والشهية والإقبال على الأكل أو الإعراض عنه. الشم داخل في مزاج الإنسان، داخل في حالته النفسية، داخل في نشاط هرموناته، لدرجة أن في بعض العلماء بيعتقدوا أن النشاط الهرموني يتغير بالزيادة أو النقص نتيجة الواردات الشمية اللي بتيجي على الأنف. والأنف الإنسان يستطيع أن يميز 2000 رائحة رغم ضعفه، وأنف الخبير المدرب يمكن أن تميز 10 روائح داخل مستحضر واحد. في نقطة على نشافة من مستحضر واحد ممكن أنف الخبير المدرب تميز 10 روائح. ومن هنا كانت وظيفة شمام بتعتبر من أكبر الوظائف في مصانع السجاير والأدوية ومستحضرات التجميل. واضح جدا أن الخالق ميز بين الروائح تمييزات كبيرة جدا، لدرجة أن احنا بنشوف أن الفرق مثلا بين الحياة والربيع وبين الموت والتعفن هو الأول وأهله فرق روائح. شوفوا ريحة الربيع وشوفوا ريحة القرفات والتعفن والانحلال. ثم ضرب لنا مثل بالنبات اللي هو بياخد السماد الكريه الرائحة ويحوله إلى ورد جميل الرائحة، بياخد الأملاح اللي طعمها ملحي في الصحاري والأراضي الجرد ويحولها إلى بلح وتمر جميل جدا طعمه وعسل. دي كلها إشارات على إن فروق الروائح توازي عند الخالق فروق رتب، فرق بين حياة وموت، فرق بين ثمار وياسمين وجنات، وفرق بين فضلات كريهة الرائحة. احنا برضو بنلاحظ إن وظيفة الشم بتيجي متأخرة شوية في تطور الكائنات، بمعنى ان احنا ما بنشوفش ظاهرة الشم في الخلية الاولى. في الخلية الاولى بنبتدي نحس باللمس، الخلية الاولى تحس باللمس وتحس بالنور، في نوع من الرؤية وفي نوع من السمع ممكن، وظهور التيمبانيك ممبرين او الغشاء الطبلي ده اللي بيميز الاصوات بيطلع مبكر في سلم التطور. لكن الشم يجي بعدين، يجي بعد مرحلة الرخويات والديدان، يبتدي يظهر الشم في الحشرات، وبعدين يظهر أعضاء متخصصة أكثر وأكثر كل ما طلعنا في سلم الارتقاء. ده يدل على حاجة برضو، يدل على إن الشم وظيفة معقدة ما هيش من الوظائف البسيطة اللي ممكن تلاقيها في مبدأ الخلية الأولى. بالرغم إن الخلية الأولى في الأميبة اللي هي الأميبة فيها آثار إحساس بالبيئة، سواء إحساس اللمس أو إحساس الرؤية، وتميز النور وتنكمش في فرق بين النور وظلمة، وتحس بالتكوين الكيميائي للبيئة كل ده، لكن الشم ده ما جاش في المراحل الأولى من التطور، لكن ظهر في المراحل
اللي بعدين. ده يدل زي ما نقول على ان الشم وظيفة معقدة ارقى من الوظائف اللمس وكده. في الواقع هنحاول نتعرف على حكاية الشم.